أهلا وسهلا بالجميع. اليوم راح يكون موضوعنا عن كتاب السر وقانون الجذب ومدى صحة المعلومات اللي فيه وكيف إحنا ممكن نكون خلاقين لواقعنا. معانا الدكتور نواف الشبلي اللي راح يعطينا وجهة نظره من هذا الموضوع، وبعدها أنا راح أوضح برضه وجهة نظري في هذا الموضوع. بتمنى تكون حلقة مفيدة للجميع. تفضل دكتور، أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيكي ويا هلا باللي عم بيساعدك على البرمجة، سلام إلو ويا هلا بكل المتابعين لاحقا. لفت نظري كثرة المهتمين بهذا الأمر بالقدر، ما بدي أقول بالصدفة. وجدت أنه في عندي كان على صفحة الفيسبوك بوست، صحيح ترجمته مو مترابطة كثير، هي للحكيم لازاريف، عم بيعبر فيه عن رأيه بكتاب زيرو ليميتس وتقنية الهوبونو بونونو. فهي الأمر اللي بخص كتاب السر قانون الجذب أيضا علق تعليق منذ سنوات، لفت نظري تعليقات المتابعين، لأن يبدو في ناس اشتغلوا كثير بهذا المجال الطاقي وحاولوا يطبقوا هاي التقنيات، وفي ناس ضبطت معهم وكأنهم حصلوا اللي بدهم إياه، وفي ناس أصيبوا بتعاسي ربما من عدم تحقيق الرغبات. فكان عم يشرح لازاريف بطريقة عميقة عن الموضوع. لما عرضته على اليوتيوب أيضا لاحظت أنه في كثير مهتمين قليل اللي عارضوا لازاريف، أما عارضوا لأن ما فهموا عليه أيضا، وكثار من اللي أيدوه أيضا مو بالضرورة فهموا المقصود. فصارت وكأن المواضيع اللي طرحت وكأن لازاريف مثلا عم يجي ضد علوم الطاقة أو ضد التقنيات، لا، الموضوع ما إجا بهذا الشكل اللي انفهم بشكل متطرف. لازاريف عم بيوضح إنه هاي التقنيات والعلوم إلها طبقتها، إلها أناسها، إلها مستوى وعيها، أما لما تنتشر بهذا الشكل بين الجمهور العام في نفوس ما راح تحبذها لأن فوق هذا المستوى. على سبيل المثال الأديان إجت بقدر إلهي دقيق وفيها روح تبث الروح بكل ذي روح. الآن عم نلاحظ بعلوم الطاقة في الكثير من الأشخاص وكأن اعتقدوا أن هذه العلوم إجت لتدحض الأديان. هي عم تدحض الجهل اللي بالأديان، عم تدحض البرمجة والتطرف السلبي. أما ما بيجوز نجي ننسف كل تاريخ البشرية بهذا الخيط الرفيع المستوى ونجي نجيب علوم الطاقة كبديل. أيضا الآن نحن لما نرتقي عبر مدارس الطاقة والتقنيات وهذه الأنواع من الجذب، هي راح تفيد جذب الجمهور العام لأجل أن هناك حقيقة ما. بعد فترة من الترقي بالوعي يصبح هذا الإنسان هو لوحده حكيم نفسه إذا كان له استحقاق قدري بمقامة أعلى بالطاقة. راح يصير هذا النوع من التقنيات والجذب للماديات الخارجية نوع من الوثنية العودي لتكفير النفس للكفر. يعني ما هو مفيد لطلاب الصف الأول يصبح بعد فترة من الزمن يحتاج الإنسان تقنيات من داخله، ما عاد في شيء خارجي. فكان الاعتراض على أنه حتى لازاريف نفسه ببداية المقال ذكر وقال إنه هاي تقنية أفادتني ولاحظت إنه حلوة كثير، تقنية رباعية الهوبونو بونونو اللي عم بتقول حتى هالأسماء هذه اللي ما بحب ألفظها كثير، تقنية الاستغفار خلينا نقول بالعربي. صحيح. بيقول مثلا رباعي أحبك، بعدين بيقول أرجوك سامحني، ياهو بيقول أو هي بتقول، مثلا إذا كان المخطئ ذكر بحق الأنثى بيقول لها أحبك أرجوك سامحيني، بعدين بيقول
أنا آسف وآخر شيء شكرا. شكرا. هاي هو لاحظوا فعلا هاي ظاهرة كثير إيجابية وبتعمل إحلال للطاقة بين الناس. أما لاحظ هو قضية خرب الحقل العميقة، كيف عم بصير في استنزاف للطاقة؟ ما بصير في استنزاف للطاقة لما بتكون ما في مركزية عليا لهذه المكونات الباطنية للإنسان. بدون وعي. العليا هي أيوة. إذا هذا الوعي الإلهي هو اللي راح يربطنا بشاكرة التاج بنسميها شاكرة العقل الكلي الشامل، وعي إلهي، شاكرة العقل الكلي، عم ننظر بشمولية، حتما راح نبث هذه الطاقات لكل الناس بمحبة. أما اللي وصل لهذا الوعي بالعقل الشامل حتما صار بيعرف بالحيوات الماضي ومن وين إجت هذه الشخصية اللي أنا كنت سبب بأذيتها أو هي آذتني، ولأني واعي الآن عم بطلب المحبة والتسامح والأسف بالرغم أنه هي آذتني. طيب هون السؤال المهم، ما عم بيصير في شخصيات نرجسية وحتما عم تؤذينا هذه الشخصيات بشكل كثير كبير، كيف بدي أطبق هذه التقنيات مع هذه الشخصيات؟ تحطي وين الفكرة؟ صحيح. هي هون أهمية التطور بالوعي إذن، ونعرف كيف مصدر النرجسية اللي جاءت لساحتنا الحياتية أو النرجسي الذي جاء لساحتنا الحياتية في هذه الحياة هو انعكاس عن معتقدات سابقة باللاوعي أو بسموها حيوات ماضي. فهي مجمل القصة مشان يعرف المتابعين عن شو عم نتكلم. وطبعا تابعت بعض الفيديوهات لإلك، لاحظت في اتزان ورقي، وبالحقيقة سألت عنك لأنه أنا ما بحاول إني هيك اشتغل أي شيء بدون ما أكون صريح. سألت لأنه مو معقول يكون الخلفية المذهبية لهذه الإنسانة مع هذا الطرح الراقي. فهون تحقق اللي ببالي، هناك ما يسمى موحدين، أي واعين لهذا التوحيد الكوني من كل مذهب ودين. شكرا لك. رح أسمع منك يا هلا، ورح أسمع منك، وبالتوفيق يا رب. الله يسعدك. هلأ كلامي للمتابعين إنه قانون الجذب اللي أنتوا كلكم بتسعوا لأنه تعرفوه أو تتقنوه، فهو موجود بداخلكم أساساً، بس إنه أنتوا تستمروا بالارتقاء بالوعي تلقائياً حتصيروا أنتوا خلاقين لواقعكم. يعني أنت لو استخدمت قانون الجذب زي ما بيروج له يعني، فبدون وعي أو بدون ما أنت تكون واصل لمرحلة من معرفة ذاتك فما راح ينفع أبداً معك، وإذا نفع حينفع لفترة، بعد هيك راح للأسف تتراجع. لازم تدرك أنه أنت لازم يكون أول هدف أو أسمى هدف في حياتك هو الرجوع لذاتك الحقيقية، فتلقائياً بعدها كل الأهداف المادية بتتجلى، تلقائياً كل شيء في حياتك بيصير كن فيكون. واللي بيحكي طب أنا كيف ممكن أخلي الهدف الروحاني أو هدف الرجوع لذاتي هو أسمى هدف وأنا الأهداف المادية هي الغالبة على حياتي؟ فالفكرة أول شيء أنه أنت بدك تتقبل أنه أنت عندك أهداف مادية تحب تعلقك فيها، ما ترفض نفسك وتحكي أنا كيف ممكن أفك التعلق وترفض نفسك، لا، أولا بدك تحب نفسك أنه أنت عندك تعلق بالأهداف المادية وتعترف مع نفسك وتعترف لحدا أنت ما بتحب تعترف قدامه. هذا الإشي برضو بيساعدك، بالاعتراف بيقلل من حدة التعلق، وتحكي أنا حابب نفسي وأنا هيك، لكن أنا بنوي أنه أنا تكون نيتي الأساسية، نيتي الأولى في الحياة هي أني أرجع لذاتي الحقيقية. واللي حيسهل عليك أكتر أنه ممكن نأخذ قصة صغيرة عشان تسهل عليك. يعني تخيل أنت كنت في عالم الروح أو التشبيه، يعني أنه كنت أنت ماشي مع أمك في طريق وشفت قلعة حلوة كتير وفيها ألعاب كتير، حكيت أنا حابب أفوت هاي القلعة وألعب فيها، أمك حكت لك لا هذا المكان خطر والألعاب اللي فيه مش بسيطة، أنت أصريت أنه أنت تفوت وتلعب، وهي أكدت عليك أنه إذا أنت فعلاً اخترت أنه أنت تفوت هاي القلعة وتلعب في الألعاب اللي فيها ممكن أنه أنت تعلق فيها لو أنت فعلاً فقدت البوصلة. هي ممكن تعطيه بوصلة تحكي له هاي حتوصلك فيها، لو أنت فقدتها رح تعلق في هاي القلعة في هاي الألعاب ورح تضل تعاني وما رح يعني تعرف ترجع لي. فأنت بتكون دخلت هاي القلعة فعلاً باختيارك ودخلت تلعب فيها، وبدل ما تركز على رجوعك لأمك ركزت على الألعاب وكيف أنت ممكن تضل في اللعبة بعد لعبة تشغلك
وفعلا انت بتضل تعاني وبتعلق في هاي اللعبة، فعلى طول ذكر نفسك انه الهدف الرجوع لامي مش اني اضلني في اللعبة. فالفكرة انه هيك انت بالمجمل يعني شبيهة القصة في انه انت في عالم الروح، انت اللي اخترت هاي التجربة على اساس انه خلاص انت حترجع، مش على اساس انه انت تنغمس فيها انغماس كلي وتنسى الهدف الاساسي منها. فانت لما على طول تذكر نفسك بهاي القصه الرمزيه، فعلى طول بتذكر نفسك انه انا شو بسوي هون، انا قاعد بركز على اشياء وهميه او اشياء ماديه وناسي نفسي، ناسي انا انه انا يعني هبط من جنتي وناسي نفسي. فانا المفروض كل شيء اسعى له انه اتذكر مين انا وارجع لحقيقتي وارجع لجوهري ارجع لجنتي. فانت يوميا في كل صباح جدد هاي النيه انه انا بنوي اني ارجع لحقيقتي، انا بنوي اتذكر نفسي، وساعديني يا روحي ان فعلا تتحقق هاي النيه واطلقها للكون، وتاكد ان الكون كله حيدعمك بانه تضل هاي النيه متجليه وتساعدك يساعدك بقوه. فبدك اول باول تضلك في حاله ذكر، تذكر نفسك بهيك، هي معنى ذكر. انا على طول متذكر انا شو بعمل هون والمفروض اني ارجع مش اني اعلق هون. في هاي الحاله انت لما فعلا تركز على الهدف الروحاني وانه انا ارجع لذاتي، تلقائيا بعد ارتقائك بفتره راح تتجلى كل الاهداف الماديه. بعد ما انت فعلا تكون تجلى الهدف الروحاني، تلقائيا كل الاهداف الماديه بتتجلى بشكل خيالي، وكانه فعلا انت في مرحله كن فيكون، بتكون خلاق لواقعك ومش محتاج لا قوانين جذب ولا لأي تقنيات. تفضل دكتور إذا حابب تكمل. حلو حلو، هي عم بتذكريني بأحد الفصول للكتب الفلسفية من الحكمة القديمة، بتقول لتكن طلباتكم خلاص أرواحكم ثم لاحقا تقضى حوائجكم. يعني دوما الإنسان بيطلب خلاص الروح، مثلا بالمسيحية اطلبوا ملكوت السماء والباقي يزاد لكم. فهي إذا بيت القصيد، النية، النية وين هي بالأجسام الباطنية بالإنسان؟ إذا كان مثلا الأجسام الباطنية بالإنسان لو قسمنا لسبعة أقسام، بيكون المادي هو الأخير، بعدين الجسم الطاقي أو الأثيري اللي عم بيغذي المادي، بعدين عندنا العاطفي بالعمق، ثم العقلي الأدنى مع الأعلى عم بصير هذا المعوق العقائدي باللاوعي فينا، ثم بيجي الجسد الكوني والجسد القدري، أخيرا عم بيكون جسم الإرادي. جسم الإرادي هو الروح، وعي الروح بالنية، وعي الروح بالنية الإلهية. صرنا إذا نحن بالمستوى السابع، فعندها ستتحقق كل الأشياء. بنفس المثل، لما الطاقة الحيوية وصلت لشاكرا التاج فعلا، وهي ما بتوصل بالمعلومات فقط، مجرد إنه نحن عملنا لا. كورسات لازم تجارب، دربنا الآخرين، بتكون عودة حقيقية. هذه العودة الحقيقية على التاريخ الإسلامي مر ما يسمى بالصوفية، كانوا من المجاهدين العظام لأجل الوصول لهذه الطاقة الكبيرة. بعرف مثلا بالعباد بالهند بيختلوا بجبال الهيمالايا بكهوف لعشرات السنين على أن تصل عندهم إشراقة هذه المعرفة. فلا نفكر نحن وجود هذه العلوم الآن بمتناول الجميع هي ظاهرة صحية، لا، لأنه عم بتصير تستخدم أيضا لقضايا سلبية، وهذا الاستخدام الخاطئ لقضايا سلبية حتى عم بتصير في تناقض كثير كبير. مثلا قبل شوي بعث إلي فيديو لشوفه عن إنه كل شيء إلك صوت داخلي هو يعتبر وهم. اللي بعرفه اللي عم يحكي هذا الحكي فهمان، وفهمان عليه بأي مستوى عم يقصد بهذا الكلام، رح يؤخذ من قبل الآخرين إنه أي صوت داخلي يعني عدم العودة للداخل. هو قصد بالصوت الداخلي وضجيج الأفكار الناتج عن الحواس، ضجيج هذا الوسواس الخناس اللي هو هذا بيكثر فينا بالمستوى الثاني، بالمستوى الأثيري. طيب معناها وين معرفة النفس؟ معرفة النفس تسمو عن مستوى القطبي بالأجسام الباطنية الدنيا بالشاكرات الأولى حتى نصل لمقام القلب. بمقام القلب رح يصير فيه مثلثين، واحد صاعد واحد هابط. معناها بدنا نشوف هذا الصراع الداخلي خصوصا بالمنطقة العقائدية كيف بدها تتجسد قضايا اللاوعي اللي فينا والبرمجيات بالواقع.
كيف تتجسد من احنا بمسرحية إلهية كممثلين على شاشات عرض سينمائية. شاشة العرض اللي عم ينعرض عليها المشاهد للممثلين اللي هن نحن، الشاشة هي بمثابة الألوهة الشاهدة على أحداث الحياة، أما نحن عم نمثل هالأدوار. فاللي بده ياخذ دور سلبي بده يتحمل ردة فعل، واللي بده ياخذ دور إيجابي ضد السلبي بده يستنزف طاقاته برؤية الأشخاص الخارجيين. أهمية العودة للداخل إنه هذا الممثل بده يلغي من نظره وهم الشخصيات الخارجية بوهم التعداد، وبده يصعد الطاقة ليقدر يتماهى أو يتناغم مع الروح الواحد بالجميع اللي هي روح إلهية تجمع الجميع. وهي مو بالبساطة أبداً، لأنه بفترة من الفترات الإنسان رح يتعرض لاختبارات مو فقط مادية. الاختبارات المادية هذه اللي بيسموها فقر، قلة، عوز، هي من أبسط ما يكون. الاختبارات المادية اللي فيها أحياناً أمراض جسدية أيضاً هذه من أبسط ما يكون. مع ذلك عم نفشل فيها بكثير من الأحيان لما عم نخسر المال أو بصيبنا إهانة. فما بالنا لما بدنا نقدر بالمستويات الطاقية مع التسريع الطاقي العالي نضلنا بتوازن. شو يعني التسريع الطاقي العالي؟ نحن أثناء تصعيد طاقة الكونداليني ممكن يصير عندنا قدرات وخوارق، نقرأ أفكار، نقرأ إحساسات، نقرأ حوادث مستقبلية، ومنقدر نعالج ومنقدر نجسد أشياء. فهون نحن بعدنا بالمستوى الثاني، وحصل معنا هيك ممكن الإنسان يصيبه تضخم أناني فيفقد نفسه، يفقد روحه بسبب دعوة الآخرين لشخصه لذاته بسبب القدرات. بعد عنا أيضا اختبارات بالمقام الثالث العاطفي المشاعري، فقد الأحباء وهكذا. كيف بدنا نقدر نتوازن؟ هون إذا تكمن أيضا أهمية الجهاد الأكبر. في عندنا أيضا صعوبة كيف بنقدر نتوازن بالمعتقدات. المعتقدات ما عم نلاحظ في حروب من أول ما بدأت المعتقدات، هذه الحروب كيف رح نخلص منها؟ لا يمكن الخلاص من خلال الفلسفة الخارجية ولا من خلال المعطيات الخارجية، هي رح تكون إشارات إلنا لندخل بالعمق أكثر، فنوحد بعين العلم بين كل طبقات العوالم، نوحد حقا بعين اليقين. عندها وبعد نجحنا بالاختبارات نرتقي. فهذه التقنيات التي تستخدم رح ينجح فيها من هو في الصف الأول وما عليه كارما، لأنه يعطى طالب الصف وعيه. الأول بعده عم يتشجع، أي عم يتشجع بعده بالمستوى المادي بيتشجع خود. أما في طلاب آخرين ما رح تنجح معهم، وممكن يصيروا يجوا ضد هاي التقنيات بكونوا غلطوا من جديد، لأنه من يريد أن يوحد إله لا عليه أن يأتي ضداً لأحد، لأنه كل تقنية وجماعة ومذهب ومدرسة وعالم له أحقية بالوجود بمستويات مختلفة. فإذا إذا نحن ما استنزفنا الطاقة بالضدية أو التقوقع في التقنية رح نرتفع بالوعي أكثر. لأن لما بنرتفع بالوعي أكثر رح نصير بتسليم للإرادة الإلهية لتكون مشيئتك، ما يأتيني هو الأفضل إلي لأنه أنا أثق أنك الخير المحض. هون رداً على أسئلة كثير بيسألوا طيب كيف الفرق بين الدعاء وبين أنه الله بده يعطيني؟ أنت بالدعاء نفس التقنية، نفس التقنية. لما أنت بتكون بذات منفصلة عن الخالق يحق لك الدعاء أن تدعوه ليخفف عنك المرض فليكن، ليرزقك فليكن، أي كان. إنت بذات منفصلة عنه تستخدم تقنيات الرغبات لأجل أن تتقرب وتوحد الطاقة. فإذا بقيت بصراط مستقيم وأنت بالصف الأول ستعطى، أما لما بترتفع بالوعي ما أن صرت تدرك وتحس وتعرف بمعنى من معاني الألوهة بداخلك، وبالتالي صرت الأقدر لأنك بتعرف، صرت الأقدر على التسليم. واللي بصير بتسليم صار بصلة، وهالصلة نفت الدعاء الخارجي لأجل طلبات خارجية. بصير دعائك هو صلاة
ذاتي منك وفيك، ما عاد في داعي لاستخدام التقنية. أما هم بدنا نحذر من أمرين، الأمر الأول إنه نكون برغبات شديدة مادية ونتعدى طورنا ونفكر حالنا نحن بهاي مستوى هاي ليفل، يعني بمستوى عالي، نحن لا ما بدنا ندعي ونحن تستعير الرغبات والأماني بداخلنا، نحن لا ما بدنا ندعي، نحن بدنا نسلم. ما في تسليم مع وجود رغبات. من هون اللي بده يحاول يتعدى طور ويقول أنا بمرحلة تسليم بده يكون فعلا بمرحلة تسليم. بالجانب الآخر إذا كان بمرحلة تسليم وعم يحكم على الآخرين إنهم هذول وثنيين عم يستخدموا تقنيات ودعاء لرب العالمين من أجل أن يرزقهم أشياء مادية، بيكون أيضا غلط. ليه؟ وين الغلط؟ الغلط فقط تقني بمرحلة الوصول. يعني مثلا نحن كلنا تحت معلومة واحدة من هذا المنظومة الشاملة اللي أسميناها العقل الشامل أو منسميها الروح الواحد في الجميع. هذه المعلومة الواحدة هي حتما إذا نثق بها ونحن على سعة واحديتها، لأن هي الواحد مو الأحد، على هذه السعة الواحدية نتناغم معها، نحن لن نحكم ولن نكفر على أحد ولن نتقوقع عند أحد. رح يصير فينا مثل نفس نظرة وزير التربية والتعليم للصفوف المدرسية. شو بقول وزير التربية والتعليم؟ ما بقول لطالب الصف الأول أنت كافر، بقول لكل شرعة ومنهاج وقد علم كل أناس مشربهم. فما يعني الغاية من الكلام، الغاية من الكلام اللي عم يستخدموا التقنيات مو غلط إذا كانوا فعلا بحاجة ماسة ليبيعوا ما بأنفسهم من كنز ثمين، أي باعوا الملكات الروحية لأجل التمتع بمستوى ظاهري أو مادي أو سطحي. أما إن كانوا بهذا الوعي، كل كنوز الأرض والسماء تحت أقدامهم وهم بعثفة. شو السبب؟ السبب لأنه عم بيشوفوا بداخلهم نغمة إلهية. هاي نقدر نعبر عنها بالفيزياء، مر معي كثير بالفيديوهات هاي التجربة اللي اسمها تجربة الشق المضاعف. يعني لما الإنسان، وبتوقع بتفسر تماماً الحالي، لما الإنسان بيكون حواسي النظرة يحب دوماً يراقب الأشياء الخارجية سيعطي، أما بمقدار إعطاء عين المراقب للإلكترون، قاذف إلكتروني على جدارين متوازيين، بالجدار الأول في شقين، الإلكترونات رح ترسم خطين متوازيين على الجدار الآخر إذا كانت عين المراقب عم بتراقب الإلكترونات، هي عين مراقب إلكتروني. فلاحظوا لما شالوا هاي العين المراقبة صار يتشكل مجموعة خطوط متوازية، رجعوها للعين المراقبة يتشكل خطين. استنتجوا إنه الإلكترون ذكي يسلك سلوك موجي لما بتروح عين المراقب، ويسلك سلوك جسيم لما بتكون عين المراقب موجود. فنحن نفس الأمر تماما، نسلك سلوك جسيم ونأخذ طاقات محدودة لما نراقب شخصيات العالم الخارجي والرغبات وندعو للأمور المادية، رح تكون الطاقة إلنا، رح نحصل على شيء. بس هاي بيسموه بالأديان لقد باع الدين بالتين، الدين هم بالمعنى الروح الثمين، فيه باعوا بثمن بخس دراهم معدودة مقابل إنه يراقب. في مجال إلنا الآن أن نعث هاي العفة والتخلي والزهد الإيجابي اللي من داخلنا، أن نعث عن النظر للعوالم الخارجية وننظر لأنفسنا فقط، بالتالي سنحصل على ملكوت الأرض والسماء، لأنه رح يتشكل عدة موجات. هاي في إلى إذن تفسير علمي، ما رح طول الحديث عليك، رح أسمع منك، تفضل. تمام. هلا أنا حابة أوضح إنه أي هدف مادي موجود، يعني سواء رغبة بالزواج، رغبة بالمال، رغبة بالشهرة، أي رغبات، هي في العمق إنه أنت مشتاق لنفسك. يعني الرغبة الأساسية هي رغبتك في العودة لنفسك، لكن
يعني انت موهوم انه حتلاقي يعني السعادة في الخارج او الحب في الخارج او في الاشياء المادية، لكن في العمق انت بتكون مشتاق لنفسك، مشتاق لجوهرك اللي هو الحب اللي انت انفصلت عنه من خلال التجسد، نسيت انه انت الحب، انه انت فيك كل شيء، انت مكتفي تماما. برضو هاي النقطة، لما انت دائما كل ما يطلع معك رغبة مادية، لما تذكر نفسك بانه انا هاي الرغبة في العمق رغبة او اشتياق لنفسي، برضو بتساعد في انه الرغبات المادية تبدأ تقل عندك وتعلقك فيها يبدأ يخف شوي شوي. وطبعا اللي بتساعدك اكثر انه انت على طول تكون متبع في طريق الوعي، على طول بتطبق، على طول فاهم انه انت مش دور ضحية، بتشتغل على قانون الانعكاس، على طول انت عندك حب لنفسك، ما بتسمح للإيجو يسيطر عليك، زي ما بنحكي دائما يعني في قنواتنا أنا والدكتور وكل اللي بيقدموا هاي المعلومات الرائعة. فأنت لما تكون أول بأول على طول عايش رحلة روحية، رحلة وعي، رحلة مع نفسك، بتنظف على طول بمراقب، فأنت تلقائيا الجانب الروحاني عندك راح يرتفع، فراح يقل الجانب المادي اللي هو تعلقك بالأهداف المادية، فتلقائيا راح تتقن التسليم، لأنه التسليم مش أي حدا بيتقنه. فانت لما تعيش هاي الرحله مع نفسك وتضلك على طول مراقب وتشتغل على نفسك، فانت راح توصل لمرحله تتقن فيها التسليم وعيش اللحظه. فطالما انت قدرت تعيش اللحظه وما تركز على الماضي ولا على المستقبل وشو ممكن يكون فيه من مخاوف او من اطماع انت حابب تتحقق، تلقائيا راح انت تكون في قمه سلامك الداخلي، وراح تتجلى الاهداف الماديه من حيث لا تحتسب. راح يكون انت راح تشعر بمشاعر كتير رائعه لما تلاقي فعلا انه انت بعد فتره من شغلك على نفسك في طريق الوعي وعلى تحفيز الجانب الروحاني، انه فعلا الحياه فعلا جنه بكل معنى الكلمه، انت كانك ملكت الدنيا وما فيها لمجرد انه انت رجعت لجنتك الداخليه واللي هي هذا اسمى هدف احنا المفروض نسعى نوصل له. فمجرد شعورك ان انت يعني في قمه سلامك الداخلي، في قمه اتصالك بذاتك، هيكون بيغنيك عن الكل، بيغنيك عن كل الأهداف المادية. أنت نفسك هتحس أنه عن جد أنا كيف كاين أفكر بدي أهداف مادية وأنا عندي كل هالسعادة بداخلي وأنا كنت مفتقدها. هذه المشاعر اللي عندك هي اللي فعلا راح تخليك في قمة تسليمك وفعلا مستغني، أنت وصلت لمرحلة الغنى أو الاكتفاء، مما يؤدي أنه في التخلي التجلي، تخليت أنت راحت التعلقات المادية تلقائيا راح تتجلى في واقعك تماما، لأنه الكون ما بيعطي محتاج. انت اذا وصلت مرحله الاكتفاء تلقائيا راح يكون الكون على تردداتك وراح يمنحك كل شيء، انت حاسس بالغنى بالوفره راح يعطيك كل شيء بيمثل الغنى والوفره، كل الاهداف راح تتجلى في حياتك. فانت ما تنبذ او يعني تنبذ من نفسك انه انت عندك اهداف ماديه، لا، حكينا بتحبها، بتحب نفسك، بتحب تعلقك فيها، تعترف بانه هذا الشيء موجود، لكن انت بتجدد النيه بانه انا فعلا بدي نيتي الاساسيه تكون رجوعي لذاتي الحقيقيه، رجوعي لجوهري الحب، ورجوعي للاكتفاء والاستغناء عن الكل بنفسي، وتبدأ فعلا تطبق كل شيء بنحكي أول بأول. ما تتكاسل وما تحكي لا أنا بدي أدخل الوعي بس عشان بدي أحقق شيء معين، تأكد أن الكون راح يعطيك ضربات قاسية لما تكون داخل الوعي بنية أنه أنا بدي أحقق بس شغلة معينة، بدي أخلص من زوج نرجسي، بدي عشان أشيل الحجاب، عشان بدي أموال، تأكد أنه راح تلاقي ضربات قوية لما تكون بس نيتك المادة من دخول طريق الوعي. لازم بتعرف انه طريق الوعي الهدف منه انه انا ارجع لروحي، ارجع لذاتي، علشان ارجع لجنتي اللي انا هبطت منها. هيك انت بتكون على الصراط المستقيم والكون بيضل معك على طول. ودائما اسمع لصوت روحك، يعني قد ما تسمع من ناس ومن معلمين، من ناس انت تحسهم اعلى منك في المقام، دائما قد صوت روحك. وطالما انت بتطبق اول باول، تاكد انه صوت روحك راح يكون كثير مسموع، فانت احترم هذا الصوت وقدسه وامشي وراه، فانت تاكد انه ما راح تتخبط في الحياه ابدا، وراح تضلك فعلا ما بتجذب او ما بتلاقي في حياتك الا الاشياء المريحه واللي بتكون فعلا نافعه على ارتقائك ولرحلتك. فدائما اتبع هذا الصوت من غير ما تقول لا انه يمكن يكون مش حقيقي. قد ما يكون هذا الصوت انت حاسه خافت او بسيط، قدس هذا الصوت طالما انت مرتاح له جدا، واكيد راح توصلك اشاره انه هذا صوت روحك. يعني اللي بيحكوا كيف انا بدي اميز بين صوت الروح وصوت الايجو، تاكد تماما اذا انت صادق النيه في رحلتك وعندك القلب السليم، تلقائيا راح انت يجيك يعني القدره على التمييز ما بين صوت الايجو وصوت الروح، وهذا اروع ما يكون انه انت قادر تكون انك تكون قادر تميز بين هذول الصوتين، لان لحتى ما تتخبط وتوقع بفخ الايجو والاشياء اللي ممكن يمليها عليك. فحابب تضيف إشي دكتور نواف؟
حلو، بتذكريني بأقوال الحكماء لما بستشهد بالحكماء. الحكماء يعني من طبقوا الحكمة في حياتهم فأصبحوا من العارفين بالله. فمن خلال عشرتي الطويلة للحكماء بمناطق كثيرة بالعالم، خصوصا الحكماء الهنود، رائع هاي الكلام وهذا السرد، بالرغم من أنه ينتقد من قبل البعض من المتطرفين دينيا، مثلا بيقولوا أنه ليك عم يطلبوا من الكون ما عم يطلبوا من الخالق. لا يا أخي، هؤلاء الناس واعين أن الكون تجسد لإرادة إلهية وبالتالي موصول بالإلهية، فالخالق خلق الخلق بقوانين، هذه اسمها قوانين كونية. لما أنت عم تطلب حتما الاستجابة عبر هذه القوانين الكونية من قبل الخالق. فهم عم بصيروا يقولوا لك عم يدعوكم لكي تعبدوا غير الله، ما في أصلا غير الإله بكل صحيح. الوجود. أما المنتقدين بيكونوا عادة بنظرة ازدواجية، بيفرقوا بين الإله الغيبي بيعتقدوه غائب أو معدوم أو موجود في سابع سماء، وبيعتقدوا إنه العالم مفصول عنه. أصلا نحن كأجساد مو مفصولين عن أرواحنا، لأنه في تراتبية بالخلق لدرجة إنه الدي إن إيه بالخلايا كمعلومة موصولة بكل المقامات الباطنية. مشان هيك بيتأذى حتى بأفكارنا، هي الدي إن إيه، حتى بمشاعرنا، حتى بما نتناوله عبر الحواس وهكذا. فبالتالي لما عم نقول مثل ما قالته الحكماء، سلم التسليم الكامل تعطى العطاء الكامل، التسليم جنة. صحيح وهي الجنة لا يمكن الوصول إلها إلا بعد النجاح باختبارات الرضا، النجاح باختبارات حتى تحطيم المبادئ، حتى تحطيم المعتقدات. ليه؟ لأن المعتقدات كثير أحيانا عم تكون حجاب، حتى الديني صحيح صحيح كثير حجاب. في فرق كثير كبير بين المعتقدات إنه كانت هي قالب هالبذري الصلبي لحتى حين أن تنمو بالوعي، فأصبح ما في إلى لزوم لأنه تطورت المعتقدات، أصبحت مفاهيم. في فرق كثير كبير بين إنه هاي المعتقدات نقف عندها ونتعبد لها، وبين أن نتعبد للإله خلفها بنفس المثل ونفس التقنيات اللي عم بيطبقوها الآن للجذب وغيره. في عندنا بالأديان معروف عن طقوس خارجية، هذه الطقوس الخارجية مثلا الحركات بالصلوات الخمس، حركات رائعة طاقية مهمة، أما هي خارجية، خارجية لكي ترسل ذبذب ما للعقل الباطني للإنسان فيصبح بصلة. هذا المستوى بالتعليم هو مستوى للجمهور العام، عشان هيك صار في تناقض مع الصوفية لما صارت الصوفية الصلة القلبية الوجدانية العميقة. فهي الصلة بالمحبة العرفانية ينبذها أصحاب المعتقدات المتطرفة، ويريدون من الجمهور العام أن يتبرمج فقط على حركات معينة. من أجل ذلك كانت في كثير مذاهب وأديان، لشان تدللنا على أنه الحقيقة ما بتكون بجهات متضادة. هذا التضاد اللي بنشوفه معناته في حقيقة أخرى. طبعا اللي عنده هاي النظرة الحقيقية ما رح يقزم من اعتقادات الآخرين ولا من طقوسهم، هي مبدأ مهم. اللي عنده هذا الوعي الروحي، لما عم بتقولي يرجع لروحه، اللي بيعود لروحه معناتها رجع للروح الواحد في الجميع، معناها صار بنفس كلي، صار يغني مع أبو يزيد البسطامي الذي تمنى على الإله جل جلال الإله. معلش لا تواخذوني، اللي ما بيحبوا اللفظات الدينية هم أحرار، هم أحرار، ما بيحبوها هم أحرار. أما هي مهمة جدا أيضا، هم ما بيحبوها بسبب استخدام المتطرفين لها فقط. لا نتطرف ونجي ضد الخيط الأحدي الرفيع بالمدارس كلها وبالمذاهب وبالأديان. فالإله تمنى أبو يزيد البسطامي على الإله أن يوسع نفسه فتصبح بسعة كل الأرض فلا يدخل أحد النار، فبالتالي ما في عنده أعداء. لاحظي هذه النفوس الواسعة هي اللي مقصود، اللي عم تقصد صحيح. في كلامك يرجع لروحه، يرجع لروحه يعني هي رجعت. تصوري مثلا نحن مليارات الخلايا، مليارات المليارات من الخلايا، والخلية عم ترجع لروحها بالرغم من تعددية الخلايا،
كل خلية تعود لذاتها لنفسها، أي لا الشفرة الوراثية اللي بالنواة للدي ان اي. هذه اسمها معلومة واحدة بالجميع، هذا اسمه منظومة العقل الشامل، وهو مش عقيدي. ممكن تشبيه منظومة العقل الشامل بها النواس، مثلا رقاص الساعة. رقاص الساعة بده يذبذب من اليمين لليسار. تذكرت الآن بأحد المحاضرات كنت عم بلقيها، وأنا قلت منشان السرعة يتذبذب من اليمين لليسار، طبيعي ما هو يذبذب من اليسار لليمين ومن اليمين لليسار، فأنا ذكرت من اليمين لليسار. لاحظي الآن العقل القطبي عند الناس يعني كيف يفهم. إيش طلع قال أنت يا دكتور رجل متعلم، كيف بتقول النواس يتذبذب من اليمين لليسار؟ هو يتذبذب أيضا من اليسار لليمين، يبي الحلال ما بشكل طبيعي يعني، معلش يعذرنا، عذرنا على الاختصار. فهذا النواس رقص الساعة الذي يتذبذب ثابت بالأعلى، هذا هو العقل، أي رابط العقل، يعني مو هو الفكر، العقل أي عاقل الشيء. أحيانا في استخدام مصطلحات فلسفية من شعوب قديمة وحضارات قديمة تتناقض مع مصطلحاتنا، أما المقصود بكلمة العقل الشامل الذي يربط حركة الوجود الثانوية بعالمنا ظاهر. فبالتالي لما نحن مع هذه الروح الواحد العاقل للجميع، لما وصلنا بارتفاع طاقتنا لهي الانفتاح الكوني الشامل، صرنا أحباب الله ونحب كل خلق الله، ولا يوجد بنظرتنا سواه، ولا يوجد في ساحتنا أعداء مهما تظاهروا ومهما فعلوا، حتى أنهم قطعوا الحلاج وكان يدعو لهم ويبارك بهم. ليه؟ لأنه مع الروح الواحد بالجميع بجنة وعي. قال نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلون عليها بالسيف، هي الصوفية قالت. فهي إذن هون أهمية الوعي، إنه نعذر المدارس الطاقية بمصطلحاتها، ونعذر الفلسفات والمذاهب بمصطلحاتها، لأنه الموضوع فوق الأسماء والمصطلحات والتقنيات، وكل التقنيات هي طرق لهذا التوحيد الحي فينا. فإذا نحن ما جينا ضد التقنية، بالعكس مفيدي. أما بيقصد لازاريف، ومنقصد من تأييد لازاريف أنه ما بيجوز لهذه النفس اللي رجعت لذاتها الشاملة، للنفس الكلية فيها، رجعت لوعيها الحر، رجعت للإله تجاوزا، رجعت لروحها، ما بيجوز أنه ترجع بعد أن سبقت لهذه المستويات العميقة أن تطلب أشياء خارجية وهي بملك يديها. صحيح. هي ابن محي الدين ابن عربي، معبودكم تحت قدمي. شو بيقصد؟ كان ما بيقصد أبدا ما بيقصد إهاني، بيقصد إن أنتوا عم تتعبدوا للمال. كان في كنز بمكان المحراب اللي عم بيئم الناس فيه على بعد متر مترين ما بعرف، المهم لوحظ بعد فترة إنه فعلا وجدوا كنز، معبودكم تحت قدمي. فالناس لما عم تتعبد للكنوز الخارجية، هاي عبادي وثني، ومفكرين حالهم متعبدين للإله. هون التناقض الرهيب اللي عايشته كثير من النفوس. هل أنت فعلا تنظر بنظرة إلهية لكل الوجود؟ إذا كنت تنظر بنظرة إلهية معناها ما في عندك أحكام ولا تقييمات، ما في عندك تقوقع بالرفاهية المادية، ولا إذا مررت بشظف العيش أيضا ما إلك أن تستاء. إذا قدرت أنت تحافظ مع هذا العقل الشامل رغم المرض والصحة، رغم الولادة والموت، رغم المدح أو الذم، النجاح أو الفشل، أنت اسمك موحد. موحد شو يعني؟ وحدت الطاقات فيك، وبالتالي أنت سامي بهذا السمو. فبدنا نحن الآن الأصدقاء واعين نتفق على أمر،
بهمنا سلامة نفسنا، هي مو أنا، بهمنا العودة لنفسنا وهي مو أنا، أي بهمنا أن نبقى بهذا السلام المحب للجميع، هذا المقصود. فبالتالي لكي ننأى عن الحكم والتقييم عن أي مذهب أو تقنية أو دين، لابد لنا أن نكون واعين لهذه الشمولية، وبالتالي بدنا نعذر الآخرين بتوجهاتهم. عدل الإله بالتخيير، لهم حرية الاختيار، في ناس طلبوا الجنة وفي ناس طلبوا النار. طيب كيف يعني احنا كلنا عم نطلب الجنة؟ لا يا أخي، مفهومك للجنة والنار يختلف. النار هو العالم الخارجي والجنة هو العالم الداخلي، وهكذا يطول الحديث، يطول الحديث. بعطي مثل هون، قصة حدثت مع الحكيم مهريشي مهيش يوغي، اللي اكتشف أو عندهم تقنية التأمل التجاوزي TM حول العالم، عندهم أساذي ونظام كثير حلو، حاولوا يغيروا العالم وبعضهم للأفضل بشكل كثير كبير، عندهم علاجات كثير حلوة. هاي مهريشي جاي من وين؟ من حكماء الهيمالايا، بوعي لائق وكبير. فهي الحكمة الفائقة اللي جايبها من الهيمالايا بعثوه لينشرها وين؟ ببلاد الغرب، بأمريكا. فشو اللي صار مع مهريشي؟ لما علم الغرب تقنية التأم أغراهم بالماديات، قال لهم أنتوا لما بتصيروا تتأملوا بهذا التأمل بتصير في عندكم انخفاض بضغط الدم، بتصير حياتكم سعيدة أكثر، بتصيروا أثرياء أكثر. على فكرة كتاب السر إجا من عند علماء فيزياء، منهم بعرفه شخصياً لأني متابع كثير بدورات المهريشية، ودوراتها كثير واسعة وطويلة كانت من حوالي 20 سنة. فلما جابت كتاب السر شالت الروح منه وحطت فقط التقنيات المادية. مهريشي لما راح للغرب وعمل هذه الطرق بالتأملات العلمية اللي ثبتوها بالعلم، طبعا لما بقول ثبتوها بالعلم كان في 600 بحث علمي ب 133 معهد وجامعة بحدود 47 دولة، هذا بعام 2000، أثبت بالعلم أهمية التأمل. هو أثبت التأمل التجاوزي فقط كنوع من الحصرية له، أما التأملات كلها لما صارت صحيحة لما أثبت التأمل بالعلم، يعني بالمقاسات الفيزيائية صحيح. فهون أغرى إذن المشافي، أغرى الأطباء، وأغرى الجمهور العام للانضمام. فشو اللي صار لما رجع لعند زملائه، إن صح التعبير، من الحكماء بالهيمالايا، في له زيارات لأنه دوما معهم، انتقدوه بشدة. لاحظي الآن ليش انتقدوه بشدة؟ قالوا له إنه التأمل هو لغايات إلهية، التأمل للسمو بالنفس، للتسامي بالوعي، التأمل لأجل الاتصال مع الحق للموحد الإلهي. فأنت لما تجي تقول لهم إنه التأمل منشان يشفيكم من الأمراض ومنشان كذا ومنشان كذا، أنت عملت عبادة وثنية إلهم، صارت الغاية غير إلهية. قال طيب شو بدي أساوي؟ بلد مادي وبدي أعملهم مغريات، هم يتحققوا من هالشي، هم بياخذوا اللي بدهم إياه، واللي واعين للإله بياخذ اللي بدهم. بنفس الأسلوب الآن لا زريف حكى عن التقنية، فهذا اللي حبيت وضحه شوي بهذا المجال. تفضلي معك. بعتقد هيك وصلنا الفكرة كاملة يعني، عشان ما نطول على المشاهدين. وإذا عندكم كمان أي أسئلة اكتبوا لنا في التعليقات، بنعمل يعني فيديوهات أخرى. واللي حابب إنه يعني الجمهور اللي من قناة الدكتور نواف وحابب يتابعني، تابعني على قناة تغير حياتك مع منال موسى، وإن شاء الله نكون أفدناكم بهذا الفيديو. نشوفكم على خير إن شاء الله. شكراً كثير دكتور نواف. يا هلا، بالتوفيق والسلامة. سلامي عليكم للجميع. مع السلامة.